السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا إلى زمن غير بعيد نستعمل تطبيق شريط في نقل الملفات فيما بين الهواتف المحمولة، لكن نظرا لموجة الإعلانات المزعجة والأخلاق التي اجتاحته نزعنا عنه إلى تطبيق آخر. هذا التطبيق هو ميدروب، وطبعا هو تطبيق من شركة شاومي المعروفة في صناعة الهواتف المحمولة. إلى هنا كل شيء عادي، لكن غير العادي هو أن تجد شخصا قد نصب على هاتفه هذا التطبيق ورغم ذلك يبحث عن وسائل لربط هاتفه بالكمبيوتر المحمول، حيث يستعمل الأسلاك أو يستعمل كذلك أو يخرج كارت ميموري ثم يعود أو يعيدها بعد أن يكون قد ملأها بالملفات والبيانات، وكأنه لا يعلم بأن هذا التطبيق المنصب على هاتفه بإمكانه أن يخفف عنه هذه الصعوبات. إذا لم تكن قد نصبت هذا التطبيق من قبل على هاتفك فستجد رابط تحميله أسفل أو في الصندوق أسفل هذا الفيديو، أو يمكنك أيضا تحميله بالذهاب إلى جوجل بلاي، نكتب مباشرة ميدروب، إذن ثم أقوم بتحميله. نعم كنت قد حملت التطبيق من قبل. بعد ذلك نذهب إلى التطبيق، نفتح هذا التطبيق، إذن هو تطبيق كما نعلم مخصص لتبادل الملفات بين الهواتف المحمولة بسرعة فائقة جدا، لكن يمكن أيضا أن نستعمل هذا التطبيق في تبادل الملفات مع الكمبيوتر. كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى هذه الأسطر الثلاث، نضغط عليها، إذا نجد مباشرة الاتصال بالكمبيوتر. إذا نضغط عليها، إذا طبعا لا شك أن هناك إعدادات يجب منحها قبل الوصول إلى هذه المرحلة. إذا نضغط على إبدأ، إذا نجد مثلا ننزع وضع الليلي، إذن نجد مثلا ابدأ، إذن نضغط عليها، إذن مثلا نجد مجموعة من الخيارات، نضغط على سبيل المثال محمول غير آمن ثم نضغط موافق، إذن نجد يعطينا خيار مثلا خيار تخزين إما في كارت ميموار أو في كارت ميموري أو في كذلك وحدة التخزين الداخلية. نضغط على سبيل المثال على وحدة التخزين الداخلية، إذن يعطينا هذا العنوان. إذن نذهب إلى مدير الملفات، نقوم بفتح الملفات على جهاز الكمبيوتر. إذن نأتي إلى هذه الخانة، نكتب هذا العنوان الذي منحنا إياه. طبعا هذا العنوان لا يكتب في أي متصفح وإنما يكتب في مدير الملفات الخاص بالكمبيوتر. إذا نكتب هذا العنوان، نقوم بكتابة هذا العنوان، إذا مباشرة نلاحظ هنا بأن جميع الملفات الموجودة على الهاتف قد ظهرت على الكمبيوتر، وبالتالي ما علينا إلا مثلا إذا أردنا نقل الملفات نستعمل هنا الطريقة العادية، وهي على سبيل المثال النسخ والانتقال على سبيل المثال إلى الكمبيوتر ثم على سبيل المثال اللصق، قوم باللصق. نجد بأن هذا البرنامج موجود بالفعل، وبالتالي نقوم بنقله. طبعا هذا البرنامج ينقل جميع أنواع الملفات، سواء كانت برامج، سواء كانت ملفات صوتية، سواء كانت كذلك فيديوهات، سواء كانت صور، كل هذا يقوم بنقله. ولإثبات ذلك سنقوم على سبيل المثال بنقل هذا الفيديو الصغير الحجم، إذا نضغط
عليه، نقوم بنسخه، نعم نذهب إلى دائما نعود إلى ال نعم نعود إلى الهاتف، نقوم بلصقه. نعم نلاحظ هنا بأن سرعة النقل كذلك تضاهي سرعة النقل العادية، على سبيل المثال على جهاز فلاش ديسك أو أي جهاز آخر. الشرط الوحيد الذي يجب توفره هنا أن يكون كل من الهاتف المحمول والكمبيوتر يجب أن يتصل بنفس الواي فاي أو بنفس شبكة الإنترنت. أتمنى أن أكون قد أذلت بعض الصعوبات للذين لم يتوصلوا بعد إلى هذه الفكرة. في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.